صباح الخير عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا؟ هنيين؟ كلشي لاباس؟ اليوم صباح واحد النهار زوين مشمش غزال غزال، الدنيا نقيه ملي كتصب الشتا كتغسل كلشي. هنيين كلشي لاباس؟ كي دايرين؟ كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، وكنتمنى تشجعوني، وكنتمنى انا كنتسارى في العرصه ديالي تشرف خلاتها تشوف الزيتون ديالنا حنايا هنا، ولكن خساره زيتون صغير، الحبه ديالو صغيره، هذه تقريبا شي 10 سنين كان كيدير الحبه غليظه، ما عرفتش واش كاين ما كيدير ما كيطيوش ولا ما عرفت. تبارك الله، شوفي شحال من شجره كاينه، شحال، اربعه شي 12 شجره، كله مزرزر، ها كله مزرزر بالزيتون، مي الحبه ديالو صغيره، ها صغيوره صغيوره. ايوا واش غيدير بنادم؟ خرجت شويه على الصباح نشم شويه ديال الهواء، عندنا هنا الدنيا كالم، الشمس عماتني دمعتني الشمس، عندنا الدنيا كالم، الدنيا زوينه عندنا هنا. شوفي تبارك الله، عرفتي غيلقى الواحد اللي يخرج في عشيه ويقطع هذا الزيتون كامل، شوف شحال صغير. ايوا اليوم نهار جديد، فيديو جديد، كنتمنى يعجبكم، نمشي نضرب بكم دويره في المكازا، ندوز معكم النهار، دوزوا معايا النهار. عماتني كاينه الشمس بزاف، ملي كتخرج الشمس بزاف ما نقولكمش. ايوا انتما بقى معايا، غادي نخرج نمشي للمكازا ونديكم معايا انتما معايا. كاين الصداع في المكازا. المهم جبتكم معايا اليوم ميزون دو موند، نساليكم شي شويه معايا تشوفوا اخر ما كاين في الديكورات، داكشي زويون، داكشي هائل زعما، داكشي زوين. شوفوا فوطويات هذا الكري كيجي معاه لو جون. ايوا بنادم شويه شويه خلاتها يمتع عويناتو، الا بغى بنادم يبدل شي حاجه ولا ماكرة تعجبني شي حوايج فيهم، دي ميغوار، دي درا، دي زاسيات، لا ماكرة تنبدل هادشي كلشي اللي عندي في الدار ما سخيتش ما سخيتش نخرج الدار، تعرفتي داكشي زوين، الدوغي ماتنو على مود الدوغي، كاين داكشي زوين. ايوا هانتوما جبت دخلاتها، نساليكم شويه معايا، هادو دي بوبونيير زوينين، عجبوني في الديكور، زوينين. هذاك ديال الفينيغر، الزيت البلديه ولا الفينيغر، هذاك الشيء هائل. ايوا المهم اللي ما خرجش اليوم نخرجوا معايا، خرجتوا معايا يشوف شويه. تحت كاينين دي كادر، هنا كاين دي ديكور زوينين، هادو دي بحال دي بلاطو غون، هادو دي تريك دي تيروار بوغ لو رانجمون، دي زاباجور، يا لي اون با سي دي كادر، دي كادر مون، داكشي تعجبني انا، ندخل تما كنهبل شوف شوف الديكور غزال، كنهبل كل قنيت كاين لو تيم ديالو، كاين بحال دابا الكري كتمشي كلشي كري، فوالا وكاع داكشي كيحمق. ايوا هادو عاوتاني الديكور كتعلق في الحيط، هادي مرايا لتحت كتعلق في الحيط، رايح ورقة فنة. شوفو الديكور، ديكور زوين، عاوتاني هادا تيتعلق في الحيط، هادو كلهم ديكورات دوغي باسكو ماتنو كاين على مود لو دوغي، لو دوغي مرة لارجونتي مرة ماتنو هي لو دوغي. الديكورات كيتحطو بحال هكا في دي كوان، هادو دي ريدو، ريدويات على نزينهم غوكاط، فيهم سقلي، فيهم الالوان، فيهم اللي بغيتي، داكشي كلاس زعما، كلاس كلاس كلاس. شوف على ديكور غزال، هذا حمقني، هاد الكوان عجبني، زوين. ايوا اللي عنده الامكانيات علاش لا، هكا مره دو طون زون طون، مره في العامين يبدل الديكور ديال دارو،
اللي عنده الامكانيات، واللي ما عندوش الامكانيات يشوف بعويناته مره مره، يشوف بعويناته ويبدل بحال هكا، كل خطره يبدل ان كوين في الدار عنده، مره يبدل كوان فوتاي، مره يبدل الصالون، مره يبدل بيت النعاس، مره كل خطره وشنو يبدل. ما كتا حاجه ما كتجي في خطره، كتجي غير الموت هي اللي كتجي في خطره. ها شي لو كوان عاوتاني، هذا زوين عجبني هذا لو كوان، تا حاجه ما كتجي في خطره. بنادم بشويه بشويه كيحمل الواد، هذوك اللي زربوا راه ماتوا. بنادم يدير غلاتها كل خطره، مره يشري لدويات ومخدات، مره اللي ما عندوش ايوا اللي عنده الله يزيده، واللي ما عندوش الله يعطيه. شوفي هاد الديكور عاود زوين. انا اللي مشيت اليوم للشيه نعاود لكم شو، والله قاعده الطبلة عاوتاني سيرفيس سيرفيس بالريزاسيات ديالو، بالكوفر ديالو، بالكيسان ديالو، لي سيرفييت، لا ناب. خرجي سيرفيس من هنا ناضي كل شيء. ايوا كل واحد كل واحد لوغو ديالو، كل واحد ما كاين اوفون، كاين لي فيك غزالين دوري ديال الماء، كل واحد هادو عاوتاني هادو ديال الخشب، ولا عاوتاني لا مود، عاوتاني فوطي واحد اخر في لو بلون مع لو روج زوين، مخدات في البيض وفي الروج طلعوا واعرين. كاع ما طيح على البال بنادم يدير لو بلون، لو حيت لو بلون كيتوسخ صغير. ايوا عاوتاني هنايا دوك ديال اللي بغى يدير العطريه، ولا اللي بغى يدير السكر، ولا بغى يدير القهوه، بغى يدير فيهم اتاي مخلطين، بغى يدير فيهم دي فروي ساك، دابا اللوز، القرقاع، هذا فن هذا، كاين يعني الاشكال والانواع. ايوا خلاص لتحت اسوختي الطبيصلات كلشي اسوختي. عاود هنا هما الكيسان دوغي فنين ديال الماء، كل واحد واش بغى يديرهم. وانا عاود كاينين دي ناب، عاود متعو عويناتكم اشكال الانواع. شحال هادي ما مشيت لها والله، علاش شحال هادي مع كان الكوفيد كان كلشي ساد مع الخدمه. ايوا قلت له مثلا مشيت قضيت شي شغل، قلت له تنضرب نرجع نضرب دويره. ايوا بنادم هاوتاني الطبل عاوتاني غزاله سلامونجي. ايوا هذا ما كان البنات، المهم خرجتكم معايا دورتكم دويره، ومن بعد رجعت معكم اخوتي خواتاتي، رجعت من المكازان قلت العشيات كيت شي شويه، درت شويه ديال لاسيس اليوم حين تروبو، قلت نوجد معكم العشيوه ديالي شنو غادي نتعشاو. هذا مكان المهم نوجد معكم واحد العشيوه اللي كانت صاحبتي، واحد صاحبتي سوريه في المغرب كانت علمتها لي وراتني عطاتني المقادير، وتقريبا هذه تقريبا شي 26 عام وانا كندير هذه الاكله كتحمق. المهم الفلفله معمره بالكفته والروز. المهم وجدت الحشوه ديال الكفته، كدير غير الكفته كتشحر بصيله، شويه ديال الثومه، شويه ديال القزبر معدنوس، شويه زيت البلديه، تحميره، كمون، خرقوم، شويه ديال البزار، وكتدي مزيان 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 كتعركي مزيان مزيان هذا الكفته وخليتها تبرد. ومن بعد كنزيد عليها شويه ديال الروز، حيت الروز كيطيب، الروز كيطيب دغيا. كدير الروز بحال هكذا، راه كلشي كيعرف يدير هذا. هذه واحد الاكله كتحمق، كانت صاحبتي كديرها، وراتها لي وراتني المقادير ديالها، كتجي ناشفه مزيانه، ومن بعد كتعمريها مزيان. انا ديجا وجدت واحد الجوج باش ما يجينيش الفيديو طويل. هلا كتعمريها مزيان، ومن بعد تعمري الاخرى. هكذا تعمريها،
هكذا كتجي، كتجي خفيفه، كتجي خفيفه مع لاصوص طوماط، كتجي هائله تقريبا. هذه تقريبا بون اوماج صاحبتي سوريا رانيا، الله يعمر لها الدار. كان وقت الصحابات، وقت الصحابات، وما دابا خاص بنادم يدير يدير الصحبه. وشوف شوف ما بقاش هذا الوقت. كانت صاحبه تجي تبات معاك، كانت صاحبه كتعاود لك اسرارها، كتعاودي لها اسرارها، ما كتخونش بيك، ما كتديرش بيك. كان هذا الوقت تبدلات، ما بقاش داكشي كيف اللي كان. ايوا ولكن الحمد لله، الحمد لله. بون خوتي خواتاتي، كندير هذه نعمرها مزيان باش كتهض شويه اللي كيبقى باش ما يمشيش هكذاك، كنكمل به. هانت اللي مازال ما عامراش، اللي مازال ما عامراش كنزيد نعمرها هكذا. فوالا برميوش النعمه ديال سيدي ربي. فوالا ومن بعد كنسدهم هادو بهذا الطريبشات ديالهم كلها، هذه كنسدها بالطريبشات ديالها، وندير هذه عاوتاني الطريبشات ديالها باش ما باش الرز ما يخرجش، ما يضيعش على لاصوص. فوالا ومن بعد كنديرو نسخنو هذا، هذا ديرو الكوكوط. من بعد كنديرو صوص طوماط، لان هي كطيب غير لاصوص طوماط. نديرو صوص طوماط، بعد صوص طوماط كنديرو شويه ديال الثومه، شويه ديال القزبر ومعدنوس، خلاص شويه ديال الملحه. واه نسيت كنديرو شويه ديال الزيت، ضروري الزيت، زيت البلديه، واحد نص كاس ديال الزيت. تنبغيش نقوي عليا الماعن، انا حيت تنشارك معاكم غير داكشي اللي كان اللي كناكل وصافي، باش هذا انا ماشي طباخه ماهره. وشويه من خلاص الخرقوم، سكينجبير، البزار، واحد نص معلقه ديال التحميره. ومن بعد كتحركي بحال هكا غير كتغلى ديك مطيشه، كتغلى مطيشه، وكتبقاي ديري الفليفله ديالنا هكذا، كدير الفلفله ديالنا هكذا، كدير الفلفله هكذا، كتخل فيها باش كتقدها في الكوكوط. ومن بعد كطيب غير في هذا على بوطه مهيله، على بوطه مهيله، وكتسدي الكوكوط ديالنا. ما كنسدش عليها، كتسدها غير شي شويه واحد على واحد القسمين ديال المكانه، حيت هذا الرز تايطيب دغيا دغيا، والكفته ديجا طايبه، ومطيشه حتى هي تقريبا هذا غير قسمين ديال المكانه، يكون واجد، يكون العشاء واجد. وهكذا احبابي، صحابي، خوتي، خواتاتي، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديالي، كنتمنى ديروا لايك، كنتمنى ما يكونش ثقيله على قلبكم، كنتمنى تبقاو على خير الى فيديو اخر ان شاء الله. باي باي عليكم.